بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودي الكسور دبادة وركي سومالي كابل تي في وإذا كغيمان أي ستودي سمغالة مقدشو قد بدا وركا إن إذن هينا نوحا كمد آه دولدها سوماليا إي مصر أو كلاس إحده شيس لنا الدفاع إي أمنيقا بنام بحر بشادة وطا أو مالين كي لبات كدا عي مغالة مقدشو مسؤولين تجي سوقا عنتي دور مقال لذا جوهر أو دوان وككعي دب سووي قصارة حوغان قد بدا ورقة دي بدان وحاكمة دا إلهان عمر أو مركلة كوغولي ستاي مشارح نمدا حزبيقا ديمقراط ديقا مقال لذا مينابوليس دال كامريكان كا داودة لانتا سوحي أهايان قد بدي ورقة أقوه بيناها تان نكسو دبادا إساقو فافاحسان شركه الصومنت تيليكوم waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban. Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho. سيدا ايربورك اذن عده دي كده مقدشية دمان سفاردها يهي ده عالميك اه دولادها سوماليا ايو مصر او كلاسه ده شيس اسكاشي او دنك دفاعي امنيقا ففاين توركاس وحاي نوها يورينا سليمان احمد راقه شيس كان يالو سحيدي مقال ده قاهرة ادلك مصر وحنو قبجوكو اهامد عينياش سوماليا ايو مصر حسن شيخ محمود عبد الفتاح السيسي سوماليا ايو مصر waxay kala saxiideen heshiis iskaashi oo dhanka difaaca iyo amniga madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saxiixay heshiiska kadib waxa uu ka hadlay ahamiyadda uu leeyahay heshiiskan dhanka difaaca ah isagoo amaanay doorka garbistaaga ee Masar marka la eego arinta madaxbanaanida Soomaaliya Your Excellency President Abdul Fattah al-Sisi I want to thank the government and the people of Egypt مدن مدحوينا عبد الفتاح السيسي وحان رباينا نوما هالعليا دولادة إيا شعب كمصر سو دوين تديرن إيا مرتقلين تاي أوفيديان آنيقا إيا وفديقيا مصر صوماليا وحاي أطايح لفات تاريقيا صاحيب إيا قرب ولال أو آن وضا لسينو مستقبل برواقكو سليسل إس احترام قران نمو إيا وذاق فرصدها حرمرين تدرها لبدا الشعب إيا لبدا دولادود إيا ولالها آه مرويين إيا مدنيال وضحضالة دي أنمان تاوحا عاد إن لبدا دولدود إيا ودجر وقرشينيان إن يسيدو قوة شقيان سيه رأي غصي وضان حرير كأمني سياسة ديد دبلماسية ديد إيا كان رقالي إيا وداقان تاني وحا إيا فايدة أنقون دونتا لبدا الدل إيا ولالها آه وحا إينا أبوري دونتا كالسوني إيا مدنمو حلقان حانا دها تقرا في سياسة ديد إيا هبانتلا آنتو كتاقي يهين قبلك إيا قودهان عالمك رونا هانتي حرير كصوماليا إيا مصر وامد أدك أو إسكاشي إيا نية سميله وحان رباينا نمهد عليا مدحوين عبد الفتاح السيسي تاقير ذا توقتا دا أه إي دولد يسو إلا حرير توقتا دولد صوماليا سيلو ظهر تقو إس أفقرات كيشار عدر هذا أها إي توبيا يكسو فرقلسي مدح بناني ذا إيو ذا شركة صوماليا موقف كان عاد وحا أموتشنا ياقو آنك أدك إيا مصر ee ahayne garab taaganta hay'ad dawladda iyo shacabka Soomaaliya waqtiyada adag isla markaana ay hubinayaan dhaqan gelinta sharciyada caalamiga ah ee ku saleysan ilaalinta madaxbanaanida dhuleed iyo siyaasadeed ee dawladaha saameynta suurtagalka ah ee heshiiskan ma ahan oo kaliya inuu qatar ku yahay madaxbanaanida Soomaaliya balse sidoo kale waxa uu qatar ku yahay kordhinta xasilooni darada goboleed iyo argagixisada ma ogolaan karno إن قوله اللي قسوه هو يدقال كاللغولة جرو أرقى جحسة الشباب أي ديبو النقضان تاني وحا يوي قيسة دقالك يخرو مركة أي صوماليا سميني سي سنديه قدن بيجي أو يكو جران هرو مركة بلارن أدين عيادة مامولك هرو مرنتا بقالها إيا أمنيقا ميد كميدا نتيجوين كمهيم كأه أي قولن كان مانتي أو أن آد أغفاني نوغ أرهي لنهي وهيشيس كعصوب أي الدفاع صوماليا إيا مصر أي كلا صحيحين هيشيس كان تاريقي كأه waxa uu marag u yahay mustaqbal difaac wadaag ah oo ka dhan ah argagixisada caalamiga ah ee aan la dagaalamayno gudaha iyo dibaddaba sidoo kale waa hannaan isweydaarsi aqoon iyo khibrad oo aan ku xoojinayno
نبدأ إيا أمنيقة قوالكا قاردة إيا كان عالمكا وحانكو كالصونهي إنس كدركا أود عيدان إيا حوغان إيا مصر إيا قبردة إيا جيسي نمدا إيا قو آنكا إيا قو بأي هرمروين كسامين دونام سوغيدة نبت قليادة صوماليا إيا كو هرتقا دمانقا تراهاكو إيمان كرا دادكينا إيا قو دهان دونيدا قبا قبا دي مدن المدح وين شرف وين إيا إيتاهينا المركة لكولانو وحان رجينا إيانا سيوان نوهر مرنتا نتيجو إنكا وضا هدالة دينا ونأكسان إيمانتي مهد سني نعم بحر بشادة واتا او مالنتي لباد كدعي مغالة دا مقدشو وذياشا موتا بجاجتا ايا مالنتي لباد وحا اي بنام بح كدقين ودادا مكا المكرمة اي مغالة دا مقدشو بنام بح يدان ايا كدشي ربشادة حوغن بجاج ليدا ايا كعوانا ايا العقا ديراد او لغسو رغي ايغو شيغ اينا سيوة دا ايان بنام بح يدان اي كمو جنا ايان عبشادو دا مسؤولين تقتي سوقها هانتي وذاك إي مقالة جوهر أو دوان كاعي دب ساوي قصارة حوغن ففاين توركاز مركا لو حاينو هاي سليمان أحمد راقي وفدي هو قامنا يقدومي هياد دا مارين تمسيبو إنكا قرن كما حمود مع العبدالله وحي قيبك يهين مدحكة ترسان هياد دا أوجها أو ما انت قاري عاصمات دا جوهر جيتك السفر كان وحووها كورمير لحريدة قيمين تا قصاريه كده شي دبكي كاعي سوقها هانتي وذاك إي مقالة جوهر قدومي هياد دا مارين تمسيبو إنكا قرن كما حمود مع العبدالله aya kormeerkiisa kadib waxa uu ka hadlay xaaladan ka jirta Johar marka la eego suuqii ugu weynaa ee gubtay iyo gurmadka loo baahan yahay ka sodma ahaan iyo wafdiga aan mala socdo oo ee adaa UN ka iyo kulli dhamaan isugu jiro ee waxaan u deey maqalnay xaaladan idii gaartay oo aan ku nimaday waxaan dareemayna runtii sidee culayskeedu ku hayso iyo sad meesha uga muuqataan wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda gargaarka ee maareynta masiibooyinka wasaaradda ganacsiga wasaaradda qorsheynta gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha ku xigeenka gobolka gudoomiyaha degmada kulli inaad meesha ku dhantiin oo u jeeda ee runtii waana xanuunka ay leedahay madaxweynahaane inta soo mar ayuu telefoonka wala soo hadlay asagoo runtii xaaladan xanuunka ay ku heysaa sheegayo dabcan anaga waa idin nimid insha Allah taala ee waana dadaali doonaa ee waxa la rabaa inaan horta shaqooyinka kala qaadano dabcan xaaladda meeshan ka dhacday waa u jeeda waa masiibo qaran inta tabartayna anagoo kaashanayno international community-ga deeqbixiyasha iyo ummada Soomaaliyeed oo leh ganacsato iyo culimo iyo cid kastaba waa ku laabanayna hadii Ilaahay yiraahdo
وأنا كنت أرين أدل وجنحه إن شاب قلوا جناسي ساتكو قياستي وشام كون كبلا أي متى قانا حوا هاي أيسي سامين أيسوسو قدوميا جناسة تدا نشجعي كنتي وحنون أد وين واي إن شاء الله تعالى دي لهير هذا قرمة كاس ولا سو وسكاشن دونا إنك وحال سكربا سوق هذا ونوصل بتيان مركز تجمعنا يو طبعا دقمدي واجوكتان قبل كواجوكا دولدي حوا دولد بلدكي هرشبة واجوكتان إن لقيت تحديرو سوق عن اسمه صدام به قاب كلا نسا إن لقيت تحديرو صدام به طبعا وحال كرنتار أنت حنون كرنتار إن إيسن دبدمستي باورتي جرجر كدق دقة هذي إيسن قبل كوبا إيسن متقارن مركز وديار سنين إذا نواك شقي دورنا هدي إلى هيدا هذا سام كهيل إلى هيني أو لينيسو جارسيل هاي وح أقوم مهمسن أبن آدم هستوى حيت هاي إنه أمبلاستي يدبدمسكي يوحص أو هست مركز رنتي إن أنت عسي رنتي حنون إنه هيسا إن شاء الله تعالى أمرجع أو كاسنين إنترناشيونال كوميونيتي وحاسكو داي دورنا إن الدقمداني هشه دب دمسيدي لوغو تلقى المحايل هدي دب نوع عانو كرانتاو كعاهي إنا وحلوق بكرن وحيقواي مركر هنتي وحا كرانتاو هنتي رابع باقنا هالكا وجوديو انترناشيال كومونيتي هي اداها يو انكا هي اداها كرانتاو دو او متقعنا سمايو او رنتي نلاشقايو او رنتي قرقاركا سمايو ايو دب عن دونر كومونيتيو إنا رنتي حالات دانا قلقا يبقى تان حالات هنتي آدو عرسواي او رنتي آدو حنون بدن runtii aniga markaan soo baxay ismaana lahayn xaalad noocaan ah la kulmaysa laakiin business-yadii ku ugu leeytay oo runtii rabeen maalin joogoodi ayaa meeshan wax ku gaareen sida muuqato marka insha Allah ta'ala mudane wasiir iyo wasiir riyal iyo rugta ganacsiga dhamaan iyo degmada hadii Ilaahay raado inaan ka wada shaqeyno wasiir dawladda wasaaradda gaadiidka iyo dowlista hawada Soomaaliya oo gaar ah runta wasaaradda gaadiidka Hirshabeelle ee magaalada Jowhar faafaynta warkaas waxa inoo hay wariyeyna Liiban Lucky wasiir dawladda wasaaradda gaadiidka iyo dowlista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa gaaray xarunta wasaaradda gaadiidka dowlista hawada ee dawladda Hirshabeelle waxaan halka ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda gaadiidka dowlista hawada iyo wasiir ku xigeenka iyo wasiir dawladda wasaaradda gaadiidka dowlista hawada dawladda Hirshabeelle maraha garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar Muqtar Raatib sidoo kale shaqaalaha wasaaradda gaadiidka waxayna qaateen kulan isxog wareysi ah kulankan ujeedkiisu ayaa ahaa hawlaha ka socda wasaaradda gaadiidka ugu horeyn waxa munaasabadan ka hadlay wasiirka wasaaradda gaadiidka dowlista hawada dawladda Hirshabeelle Farax Gacmay Hirshabeelle oo ah deegaanka aad ka soo jeeday oo aad si gaar ah ugu mataleysay dawladda federaalka Soomaaliya daruufaha ka jirana dikloow waa weeyaan hadda indhaha ku soo aragtay wixii wax qabada oo wanaag ah oo hore la soo qabtay oo inta soo aragtay waxaan u maleynayaa wixii hadda ka dambeeyay wada shaqayn buuxdina yeelo doono horeyna wasaaradii horeyna la shaqay jirtay ragayga horeyaniga hadaan waa usbahay sidoo kale to oo maanta aniga naftirkayga igu horeey saafiska mudana wasiir farxad gaar ah ino tahay inaad maanta nala joogtid oo aad nagu soo booqato xafiiskeena anigana farxad gooni ah ii tahay markii ugu horeysay oo xafiiskii maadaano 2 days magacaaban ina wasiir dawladdii oo nagu matalay dawladda federaalka Soomaaliya oo nala joogo naga soo qayb galo shirkeenan mudan wasiir soo dhawaaw ugu dambeyn wasiir dawladda wasaaradda gaadiidka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ugu dambeyn madashan ka hadlay waxa sharaf weyn ii ah inaan maanta imid wasaaradan daruufteeda hoose iyo xaaladeeda hoose aan wax ku ogaaday awalna la shaqay jiray haddana la shaqay doono wasiirka cusubna waa u hanbaliyeenaya olada barikoor la soo magacaabay waxaan leeyahay insha Allah ilaahay idinkiis xageena wixii ah ka federaal ahaan gaar ahaan ka cabdikariin ahaan matalada aan ku leenahay meeshaan insha Allah wax alla wixii awoodeena waana awoodno oo maamulkan iyo deegaankaaba u baahan yahay inaan wax ka qabanno waxna horaan uga qabannay waxa ka dhimanna waxa ka qaban doona Ilaahay idinkiis aniga oo la tashanaya agaasimayaashii maareeyayaashii wasiirada dhamaantood wax alla wixii karaankaygaana iyo karaankoodaan insha Allah ma la hari doono aad iyo aad u mahadsantiin sida maanta isoo kala tusteen aanan booqashada ii siiseen wasaaradda gaadiidka iyo dowlista hawada ee Hirshabeelle sharaf iyo karaam ayaan ii tahay inaan idin imaado waqti kasta aan idin garab taaganna waan idin imaanaya waqtiga aad ii baahan tihiin ama wasaaradda u baahan tihiin wada wasaaradda inaan isku xirno
وحلا وحي باهيا ويجرنا وحي وحلا يقبا كرو ومركز معزارة هنا وحكا قبنا ليبان عبدالله محمد ليبالك باسمالي كيبل تي في جوهر ورك عالم كانوحا إنو أغرنا وريينا وركي عالم كا صالح علي محمد حلبان دلهان عمر او كتر سن حزبيغا ديمقراطيغا مريكنكا ايا كوغولي ستي كرسيغا دا ديقمدا شاناد دي مغالدا منيابوليس ادالكا مريكنكا تاسو غول مهيم اوها اوسو هيتي كدي مركي لابكا ميدا اسحابتي دي كوحدا لوغو يورو اسكوادي كوغول درستين دورشادا هردعا حزبيغا ديمقراطيغا إلهان عمر أو كات كاتي مشرحي للترتمية دون سامويليس أو هري وتر سنة قولها ديغان كاي مغالدا من يابوليس أيها هشي كونتن إليح دبع لبا بقول كيبا عدد كالا ديبتي هالكا سامويليس أو هلي أفرتن إلابا دبع سغال بقول كيبا قوشينا يانا حقيجين إسا أود دولالها نقالا رورنتي اللو سميح لبان إلهان عمر تاسو دن لح دبع سيديد مليان لعك تاسو آد وقبادن انتي اللو سو أروريه مشرح يدا كسو هرجي دا تاسو غاريسي هال دبع أفر مليان أو دولار سيدا لغوش يغي أولالها دورشدا فضرال كا إلهان عمر وحي فيلي ساين يسيف فضود وقولي ستو دورشدا نوفيمبر سيو متشو دقمدا شناد قبل كا من السوطة وحانا يكمت تهي أفر هوين أو أساسي كوحدة إسكواد إحزبيغا ديمقراطيغا كونغرس كا أمريكان كا كدب دورشدي لبدا كون ستيدي تبانكي دانكي كلا واد هادلا لغو دونو يو إن حال لغو هلو دقال كا كسو دا دالكا السودان يا لغو ودا إن مانتو أربعا يكبل أوضان مغالا دا جنيفة دالكا سويسر لان وحانا دحدحادين يا دولد أمريكان كا إن كستو دولد السودان يكام خانتهي إرقيغا marka Mareykanka uu qabilsan Suudaan Tom Biryali ayaa ku adkaysanaya in la sii ambaqaado wada hadalada isagoo sheegay dadka reer Suudaan ee culada ku daalan aysan sugi karin wax intaas ka badan wafdi ka socda ciidamada taageerada degdeg ayaana hore u gaaray dalka Switzerland si ay uga qayb galaan wada hadalada iyadoo ciidamada Suudaan aysan aqbalin martiqaadkii loo fidiyay wada hadaladan ayaa la qorsheynayaa inay socdaan ilaa 10 maalmood oo ay maal gelinayaan Mareykanka iyo Saudiga waxaana goobjoog ka mid ah Afrika Masar Imaaraadka Carabta iyo qaramada midoobay tan iyo bishii Abriil 2023 Suudaan waxaa ka socda dagaal lagu hoobtay oo u dhaxay ciidamada uu hoggaaminayo Cabdi Faataax Al-Burhaan iyo xogaga taageerada degdegga uu hoggaaminayo Maxamed Xamdan Deglo Xamiti wada hadal hore ugu socday magaalada Jidda dalka Saudi Arabia ayaana fashilmay ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Belgorod ee xadka Ruushka iyo Ukraine ay wadaagaan ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo gobolka oo dhan maanta Arbaca isagoo arintan ay ku sababay weerarada joogtada ay bilaabeen ciidamada Ukraine xaaladda gobolka Belgorod ayaa wali ah mid aad u adag oo kacsan ayuu ku yiri muqaal video oo soo dhigay bartiisa Telegramka wuxuuna intaas ku dareen duqeymaha maalinlaha ay bilaabeen ciidamada Ukraine ay burburiyeen guryo ayna dhimashay dhaawac ka dhalatay duqeyntaasi Ruushka ayaa hore ugu dhawaaqay in laga dhaqangeliyo nidaamka hawlgallada la dagaalanka argagixisada saddexda gobol ee Ruushka uu la wadaago Ukraine oo ku jira gobolka Belgorod laga bilaabo 9ka August gudiga qaranka la dagaalanka wax loogu yeero argagixisada ee Ruushka ayaa sheegay jimcihii la soo dhaafay in nidaamyada hawlgallada la dagaalanka argagixisada laga hirgeliyay gobolada Belgorod, Bryansk iyo Jarakis gudiga waxay bayaankooda ku dareen in maamulka Kiev uu sameeyay isku day aan hore loo arag uu ku doonayo inuu ku qalqalgeliyo xaaladda gobolada badan oo dalka Ruushka ah daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray oo aad kala socoteen TV-ga caalamiga ah ee Somali Cable warkaano Axmed Ayadi akhrinayay Maxamed Aamusoon oo noo farsameynaya warkaan war lamid intaan kala kulmeynaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh